رنا، ما الذي جذبك إلى دور ياسمين؟ ياسمين الراسي بفيلم بونبوني لفتت لي نظري لأنه مرأة عم تناضل، عم بتقاوم الاحتلال بس بطريقة كتير رومانسية. دوري شخصيتي مرأة من رام الله، زوجي محبوس بسجن إسرائيلي، بحبه كتير وبحبني ومنا نجيب ولد، بس هو بحبس وبشوفه مرة بالأسبوع مرة بالشهر، وفي عنا زجاجة بيناتنا ونحكي على التليفون، فما في كونتاكت يعني جسدي اتصال، ما فينا نمسك ايدين بعض ولا نقرب على بعض، فكيف بدنا نجيب ولد؟ هيدي كل القصة قطعة شعرية عن كيف الواحد بيقاوم الاحتلال بس بطريقة كتير رومانسية. هيدا اللي عجبني، حبيت انه ركان مياسي المخرج قدر يحكي عن هالموضوع بلا ما نشوف عنف، بلا ما نشوف قهر، بلا ما نشوف زعل، بس في حب وسنشواليتي. الوضع خربان، ولكن الدور جريء نوعا ما، وكيف تعاملتي مع هذا الدور ومع هذه الجراءة؟ صراحة أنا ما بشوفه أبدا جريء، يعني هي الحياة، إنه هيدا الثنائي محطوط بوضع منه طبيعي وعبالهم يجيبوا ولد، ما في خيار، مضطرين يكونوا مبدعين. أنا لإلي ما مخص الجراءة صراحة، أنا عم بجرب خبر قصة وهي قصة حقيقية، لأنه هيدي عم بتصير من 2003 بالضفة الغربية، صار في تقريبا 100 ولد خلق بهالطريقة، وصار في فتوى بفلسطين اللي سمحت إنه يصير هالشيء، يعني المرأة تقدر تروح وتعمل تلقيح اصطناعي لتجيب ولد من زوجها اللي محبوس، وعم بيقدر يقعد الرجال 20 و30 سنة بالحبس ويكون عنده أولاد هو بالحبس، والمرأة بدل ما تقعد وتنطر زوجها كل حياتها وبحياتها ما تجيب ولد عم بتكون عندها عائلة. فهيدا اللي جذبني، لأنه قصة إنسانية كتير قوية. رنا، أنت ابتدأت مسيرتك الفنية في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ومن ثم انتقلت إلى الشرق. ما الذي دفعك إلى الانتقال إلى العالم العربي؟ لا، أنا بلشت بلبنان. أنا درست بالجامعة بلبنان، درست أعلام، وأنا بالجامعة بلشت أشتغل على تلفزيون المستقبل وأوربت، وقدمت برنامج ميشن فاشن على LBC، ومثلت بفيلم البوسطة. بس كنت حاسة إنه بدي أكتر، كان عبالي روح على هوليوود، كان عبالي أفتح أفاقي، جرب أشياء جديدة. نقلت على هوليوود واشتغلت هونيك، عملت سينما، اشتغلت مثلت في Sex and the City 2 وبرامج تلفزيون مثل CSI Miami, The Young and the Restless, Rizzoli and Isle, Touch. وبعدين بلشت يضيقني خلقي شوي من هوليوود، وحسيت إنه عبالي يكون بالمنطقة العربية أعمل مشاريع بالعربي، استعمل صوتي كمرأة وكفنانة عربية واحكي قضايا شعبي مش بس الأمريكان. فهيك اللي رجعت لهون، وهلأ صار مبسوطة انه قدر اعمل شوي من كل شيء، قدر اشتغل بالعالم العربي وبأمريكا وبأوروبا. هل واجهتك نوع من الصعوبات في الولايات المتحدة، خاصة ان بعض الممثلين وخاصة من اصول عربية قد تكون مسيراتهم تنحسر في ادوار يمثلها اشخاص عربيين؟ حظي حلو بعتقد انه شكلي مش بس يعني شكلي فيكون من كثير مش بس عربي. مثلت ابدا ما كنت تايب كاست لك صراحه، يعني لعبت ادوار كثير عديده بCSI ميامي، لعبت دور مجرمه امريكيه، ما حدا سالني انت من وين، اعتبروني امريكيه. ب The Young and the Restless لعبت دور ارت كيوريتور فرنسيه تليانيه كمان، بريتسوليا ناي آيل أمريكية، بسكسن دسري عربية، فقدرت ألعب كتير إشياء، وأنا بحكي لغات كمان، بحكي 5 لغات. فصراحة أنا ما كان عندي تايب كاستنج بأمريكا. يمكن بيعملوا أكتر هالشي للرجال، بيحطوا دايما الرجال إنه إرهابي، بس المرأة يمكن أنا طلع لي لعبت أدوار مختلفة، يعني لعبت من محجبة لمنقبة لأجنبية لمجرمة أمريكية، لا أبدا ما كان عندي هالمشكلة. تجتاح هوليوود حاليا موجة من الفضائح الجنسية، هل عانيتي من ذلك حين كنت تعملين في هوليوود؟ صراحة ابدا ما شفت شيء، ما كان عندي تجربة سيئة تحرش جنسي او حدا عنده مركز بالسينما
قلل الاحترام او حكيني بطريقه غلط او حدا قال لي اذا ما بتعملي هيك او ما بتتصرفي بالطريقه ما بيطلع لك دور. صراحه ما كان عندي هالمشكله ابدا، مع انه بعرف انه اهلي كانوا خايفين علي من هالشيء والاصحاب اللي حوالي، وكثير ناس يسالوني عن الكاستنج كاوتش، في شيء اسمه كاستنج كاوتش. صراحه ما صار معي هالشيء ابدا بهوليوود، صار معي بلبنان. بلبنان بس انا شفت فظايع صراحه، ناس تتصرف رجال، مش بالسينما انا شفته هيدا الشيء، بالتلفزيون رجال بتتصرف بيستعملوا قوتهم، مفكرين انه هن لهم حق على الصبايا والنساء بالبلد بس لانه عندهم سلطه. فهذا الشيء شفته انا بلبنان بطريقه كثير قويه بس مش بهوليوود. شكرا لك رنا واهلا بك في سينما بديله. شكرا لي، يعطيك العافيه.